مشاهدينا الكرام، ما هي الانطلاقة لشوطنا هنا الثاني في مجموعة الأشواط ضمن العشرة الأشواط الذي قررت في هذا السن هنا على أرضية هذا الميدان، وشوطنا الثاني الخاص بالقعدانة أيضا اللقاية. هنا نسير في هذه التحديات والإثارة الجميلة، نتابع هذا الأداء، نتابع هذا الانطلاق ونسير إلى الصدارة. وهنا على المقدمة وعلى المركز الأول مشغوب عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، ومن الجانب الآخر هناك التسلل من شايم المبارك بن محمد بن مصر بالقوبة على المنطلق بهذا الأداء المميز. ويأتينا هناك براق فهد بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثالث، وفي المركز الرابع يأتي الرنجلي سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، ويصل هنا في هذه اللحظات الشاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كليدة الفلاسي على المركز الخامس. هذه هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى المنطلقة والمتحدية في هذا الأداء المميز الجميل. نتابع مشاهدينا الكرام ونسير هنا إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى شايم على الصدارة على المركز الأول مبارك بن محمد بن مصر بالقوبة على المنطلق على صدارة هذا الشوط. وعلى المركز الأول، المركز الثاني براق فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري هو المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل، ويأتي الرنج لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع أرى هنا الأسد القادم أحمد بن عبيد بن خادم الخيلي من ينطلق، أو حمد بن عبيد بن خادم الخيلي المنطلق بهذه اللحظات على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كريدة الفلاسي، خماسية جميلة، خماسية في تحديات جميلة. وخلف المراكز الخمسة أيضا أسماء تتواجد في هذا الانطلاق المميز الجميل، ولكن شايم على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. شايم بهذا التحدي، هو بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مبارك بن محمد بن مصر بالقبعة هو المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة، بينما المركز الثاني براق هنا المنطلق لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل من يأتينا بهذه الانطلاقة. وهنا الرنج لسعود بن عبيد بن حامد الطنيقي، ووصل هنا، وصل في هذه اللحظات منبع فارس بن معبد بن محمد المزروعي. هنا المنطلق فارس بن غاصب المزروعي ينطلق بهذا التحدي الجميل، ووصوله من الأسد مانع بن يمعة بن الغويص السويدي المنطلق بهذا الأداء المميز أيضا على خامس المراكز. بدأت الأسماء تتدخل، ولكن أرى براق بدأ يبرق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. براق هنا المنطلق في هذا الأداء المميز، فهد بن محمد بن طالب بن عقيل يسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني الرنج سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، ووصل هنا، وصل الأسد مانع بن يمعة لغويص السويدي القادم أيضا بهذه التحديات الجميلة. يا سلام، بدأت التحديات والإثارة، ولكن براق مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. في المقدمة بدون أي أوامر تذكر على الصدارة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور هنا، والمقدمة والمركز الأول واللحظات الأخيرة ما هي إلا لحظات معدودة، ويصل إلى خط النهاية بدون أي أوامر تذكر. تهانينا لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل المركز الثاني، فارس بن معبد بن محمد المزروعي منبع المركز الثالث، أتانا الأسد مانع بن معاه الغويص، والمركز الرابع شايم المبارك بن محمد بن مصر بالقوبة، والرنجل سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي خامسا. والتوقيت الزمني
أربع دقائق في هذه الانطلاقة و41 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء.